السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله. سلام أهل لا إله إلا الله. يا أهل لا إله إلا الله، كيف وجدتم لا إله إلا الله؟ يا لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله، كل ما قال لا إله إلا الله حشرنا في زمن وقال لا إله إلا الله. السلام عليكم أهل الديار والمؤمنين السابقون أحببتم اللاحقة، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم. اللهم ربنا اجعل البالية العظام النخل التي خرجت من الدنيا هي بكفونا، اللهم ادخل عليهم روحا من عندك سلاما منا يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وجازهم عنا عن الاسلام وعن نبيه الاسلام خير الجزاء يا ارحم الراحمين. الحقنا بهم المؤمنين يا رب العالمين، وارفع درجاتهم في النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه جنه فيها انتم الان بجوار اكثر من 10,000 من الصحابه، ازيد من 10,000 من الصحابه، تشعروا هذا القرب وهذا الجوار، هذه النعمه يكرمك الله سبحانه وتعالى أن تأتي إلى هذه الجنة، لأنه جاء في الأثر بأنها كفة في الدنيا كلما ملئت أفرغت في الجنة البقيع. وفي مقابلة مقام النبي الشفيع صلى الله عليه وسلم، يعني حين يزور هذه القبور زيارة بر وزيارة اعتبار وزيارة وفاء وزيارة عهد وزيارة اتصال وارتباط، أجل أن يحيى فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ينبغي لمن زار المقابر أن لا يلهيه التكاثر، أن يعلم بأن عاقبة الأمر هي هذا، فالعاقل من بنى قبره قبل أن يسكنه وترك الدنيا قبل أن تتركه وحاسب نفسه قبل أن يحاسب. يا داخل القبر لا تجزع بما فيه، فالقبر فعلك بيت أنت بنيه وسيدا هو وسع عنه وبث به فرش الحرير تجدها في نواحيه. من أجل من في هذا المقام الطاهر قيل سيدتنا فاطمة الزهراء، يعني على رواية أنها دفنت في البقيع، وقيل هي مدفونة في حجرة خلف الروضة، خلف حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل دفنت في بيتها، واليوم الذي ماتت فيه امرأة أخرى اسمها فاطمة، اختلط على الناس، والله أعلم بحقيقة الأمر. على كل حال قالوا لأن البضعة لا تفارق الجزء لا يفارق الكل، هي بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يسلم الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له السلام عليك وعلى أخوانك من الأنبياء والمرسلين، والسلام عليك وعلى آل بيتك الطاهرين وعلى أزواجك أمهات المؤمنين. وسيدنا الحسن بن علي سيد شباب أهل الجنة، سيدنا زين العابدين علي بن حسين وأولاده من أهل البيت وجوارهم في ذاك الركن الأول الذي مررتم به في الحوض الأول الروض الأول، وسيدنا العباس عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده كما ذكرنا تمر على بنات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى زوجاته أمهات المؤمنين عدا سيدتنا خديجة وسيدتنا ميمونة، وبعده بعض كرماء الصحابة ابناء الصحابة سيدنا عبد الله بن جعفر سيدنا عقيل بن أبي طالب، وبعدهم ضمن كذلك حوض فيه سيدنا الإمام مالك وفي سيدنا الإمام نافع، هم أئمتنا في القراءة وفي الفقه. وسبحان الله، يعني أئمتنا أهل المغرب خصوصا أهل الجزائر كيف كانوا أئمتنا من المدينة، وهذا دليل على التعلق الحثيث الذي كان لبلادنا بأهل المدينة. أشياء كثيرة الآن ما بقت في المدينة وهي باقية عندنا من الهيئات ومن الصفات، وذلك لعظيم التعلق المغاربة بالمدينة وبأهل المدينة، وهم في ذلك تبع لإمامهم الإمام مالك الذي كان يرى عمل أهل المدينة سنة متواترة، مهما روى من أحاديث الأحاد فلا يقدمه على عمل أهل المدينة. يعني ارتباطنا بالمدينة وبأهل المدينة والمقصود الأول والأخير هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتباطنا به صلى الله عليه وسلم. وأئمتنا الإمام مالك الإمام نافع دون أئمة الناس جميعا، ما زالت قبورهم شاخصة في البقيع على مكانتهم وعلو كعبهم في القراءة وفي الفقه. وفي هذا الحوض نفسه ولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم، قد دفنه صلى الله عليه وسلم عند ضم سيدنا عثمان بن مذعون، وهو أول من دفن في البقيع، أول من دفن في البقيع سيدنا عثمان بن مذعون، مو سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا عثمان بن عفان غير هذا، وهو أجل قدرا رضي الله عنه وأرضاه. وبعدها من أشهر القبور في البقيع سيدنا عثمان، مع أنه دفن ليلا ودفن خفية وأخفوا قبره مدة حتى لا يشمت ولا يمثل به الأعداء، ولكن بعد ذلك هو أظهر قبر هو هنا في البقيع، لأن الحق لا بد أن يعلم.
وإن بدأ أنه سيخفى أياما، لكن الذي قال والعاقبة المتقين لن يخلف الميعاد. سيدنا عثمان هو من أعلى المتقين، فلا يمكن أن يأتي لهؤلاء الذين قتلوه وحاولوا أن يهينوه، فعلوا ما فعلوا، لكن الله أظهره وطمسهم ودحرهم. أظهر سيدنا عثمان باقي الآن، ومصحفه باقي، وحتى أوقافه في المدينة سبحان الله، سيدنا عثمان أغلب أوقاف الصحابة وكذا كذا كلها لا يكاد تعرف، لكن أوقاف سيدنا عثمان إلى الآن ما زالت، وبيره التي اشتراها بير الروم إلى الآن ما زالت. هذا دليل على أن الإنسان يخص يصدق، ولكن إذا تنكر له الزمان فإن الديان لا يتنكر له. إذا تنكروا لك أهل الزمان قد يكون في أيام، لكن بعد ذلك سيظهر الحق، الحق حتما دون شك وإن كره المشكك والملد. صريح الحق قد يخفى، ولكن بعيد خفائه لا بد يخفى. خص الإنسان يراجع نفسه فقط في التقوى، في الإخلاص، في الصدق، في السير إلى الله على البصيرة، على الشريعة، وبعد ذلك ما يهم الأمر. الله تعالى يفعل ما يشاء، ومن أعزه الله لن يهنه أحد، ومن أذله الله لن يعزه أحد. سيدنا عثمان لم تقرأ ما فعل به في آخر أمره، جاوز 80، كان يختم القرآن في رقعة في كل ليلة، وتزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وجهز العشرة، وفعل ما فعل، ومع ذلك في الآخر المطاف تنكر له أهل زمانه لحكمة يقضيها الله تعالى، لكن بعد ذلك لا زال أمره ظاهر. حتى المصحف يقال له المصحف العثماني الذي جمع الناس عليه، ويكاد واحد يقرأ حرف من القرآن إلا ويرجع منه في ميزان سيدنا عثمان رضي الله عنه. هذا العمر الطويل الممتد هو الأثر الذي يلقيه الإنسان بعده. ومنها سيدنا سعد بن معاذ الذي عاش 39 سنة واهتز له عرش الرحمن، كذلك يذكر عنا قبره. هو لا شك هو هنا ودفن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعيينه بالضبط هو الذي قد يختلف الناس فيه، لكن يشهرون حوض تجدونه هناك. ومنهم سيدتنا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم سيدتنا وكثير من الصالحين المشهورين. عمته في حوض، عمته من أسلم منهن صفية باتفاق وغيرها الخلاف. سيدتنا حليمة السعدية، سيدة يروى كذلك عن سيدتنا حليمة السعدية لما تفنى عنها، جاء في بعض الخرائط. على كل حال 10,000 من الصحابة، منهم من قصصنا عليك ومنهم من نقص عليك، كما قال الله في حق الأنبياء وشهداء الحرة، قصة الواقعة الأليمة التي وقعت في المدينة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا به المؤمنين، أن يختم لنا بلا إله إلا الله سيدنا محمد. اللهم نستودعك في هذا المقام الطاهر عند الشفيع والبقيع، نستودعك في هذا المقام الطاهر الذي أكرمت به الطاهرين من عبادك المخصوصين من خلقك، أن تلحقنا بهم المؤمنين يا رب العالمين. نستودعك في هذا المقام شهادة أن لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، نستودعك في هذا المقام كلمة التوحيد التي من أجلها جاهدوا، من أجلها قاتلوا، ومن أجلها بذلوا، ومن أجلها ضحوا. نسألك اللهم أن تردها علينا في وقت الحاجة إليها، وأن لا تحول بيننا وبينها حتى نلقاك ونحن على ذلك، وأن تستعملنا كما استعملتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا وأرباب الحقوق علينا، جميع من سألنا الدعاء من الأحياء والأموات. اللهم بلغهم ما أملوا وخير ما أملوا يا أرحم الراحمين. أخذ حوائجهم الظاهرة والباطنة العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة. سألك اللهم فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله، وكل خير سألك من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدبك اللهم كل شر السعادة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سير الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة.
والسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله.